صباح الخير من جديد. رح نتحدث هلأ عن الدورة السابعة من مهرجان كرامة مع مديرة المهرجان وهو طبعا مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان، ومعنا مديرة المهرجان ست سوسن دروزة. أهلا وسهلا فيكي، نورتينا اليوم. صباح الخير. هلا، أهلا وسهلا فيكي. طبعا عمر المهرجان صار 7 سنوات، احكي لنا هيك بشكل عام بعد 7 سنوات عن مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان. يعني مهرجان كرامة لما بدأ ب2010 كان مهرجان صغير عم بيحاول يشوف كيف بيقدر يحكي عن الموضوع الحقوقية بطريقة فنية، يعني من خلال الفنون ومن خلال الفيلم السينمائي تحديدا. تمام. شوي شوي المهرجان قدر يعمل شراكات، وأهم شيء الشراكات المحلية طبعا، وقدر يعمل شراكة رئيسية مع المركز الثقافي الملكي ومع أمانة عمان اللي هن قطبين مهمين جدا بحركة هذا المهرجان، وبلش شوي شوي يكبر من مهرجان في الأردن فقط، وهو مهرجان دولي طبعا يستقطب أكثر من 400 إلى 500 فيلم سنويا، وبنفس الوقت هو مهرجان بلش يصير في المنطقة العربية. يعني صار في عنا كرامة بيروت بشهر 7 الماضي، كرامة موريتانيا بأول شهر 10، كرامة غزة بشهر 5 الماضي تاني دورة، كرامة فلسطين رام الله بعام 2014. يعني بلشنا نحاول نحرك المهرجان وندرب أصدقاء في مدن أخرى ليأخذوا وكأنما هو نموذج. فكرة المهرجان كتير حلو. طيب مهرجان كرامة إن شاء الله ست سوسن رح يبدأ بكرة 6/12/2016 ويستمر لغاية 10/12 هذا الشهر. إيش سبب هذا التوقيت؟ أكيد في سبب معين لاختياركم كل سنة شهر 12 من كل سنة. صحيح، يعني نحن ب 10/12 هو اليوم العالمي لإعلان حقوق الإنسان، وهي هيك كانت الفكرة مع شركائنا يلي كانوا بذهيج وبمدن أخرى وببراغ وبالتشيك. يعني نحن مجموعة ننتمي إلى شبكة اسمها الشبكة العالمية لأفلام حقوق الإنسان، وهي بتشبه الشبكة العربية اللي نحن أسسناها اللي هلأ قلت لك عنها اللي اسمها أنهار. ففي اتفاق عام ضمني أنه نحن بعشرة ديسمبر الجميع بتكون عم يعرض أفلام حقوقية في كل العالم. كتير حلو. طيب ست سوسن، في جديد السنة زي كل سنة، في عندكم دائما أشياء جديدة، نوعية أفلام أيضا جديدة ومشاركين جداد، احكي لنا عن جديد مهرجان كرامة هاي السنة. هلا طبعا مهرجان كرامة بيعرض أفلام وثائقية طويلة وإلها جائزة مع لجنة تحكيم أوروبية وأردنية، زائد جائزة الأفلام التحريكية برضو كمان مهمة جدا إلنا بلجنة تحكيم متخصصة. السنة نحن دخلنا ورشات عمل متخصصة، ورشة صوت رح تحصل بالمركز الثقافي الملكي وبجامعة SAE، ودخلنا ورشة تصوير فوتوغرافي اللي سميناها ما هي أخلاقيات الصورة الفوتوغرافية في التصوير الصحفي، يعني The Ethics of Photojournalism، قديش أنت بتقدري تصوري الشخص هو ضعيف، هو عم بيموت، هو عم بيتحرك. طبعا نحن في حالة بالوطن العربي من التعب الشديد مع كمية كبيرة من اللجوء، يعني بالملايين الكوكب كله عم يشهد أنهار من الناس عم تلجأ من مكان إلى آخر. نحن السنة عنا تصوير لهي الأحداث ومع مناقشات كيف نصور وليش نصور وكيف بيتم التوثيق لهيك أشياء. زائد طبعا الجديد هو تكريم الراحل محمد خان المخرج المصري العظيم مع كوكبة من الممثلين والممثلات والمخرجين اللي رح يكونوا موجودين من القاهرة ليحتفلوا فيه معانا، بيكون بيوم 9 الشهر. هذا جديد لأنه بالنسبة لنا مهم أنه نحكي عن آخرين وعن عن مشوارهم. طبعا. الجديد اللي ممكن يكون مفاجأة هو أنه سنة قبل ما تدخلي على المسرح في عندك مثل صندوق اقتراع، بس يجي جمهور لازم ينتخب شيء معين قبل الدخول، ولازم يترك بصمته قبل ما كإنسان قبل ما يدخل على المهرجان. فكرة حلوة كتير كتير حلوة. طب مين الضيوف؟ يعني كل سنة أنتم بتستضيفوا ضيوف مميزين من العالم العربي. صحيح. السنة مين ضيوفكم؟
يعني نحن منحب أنه يكونوا ضيوفنا لهم علاقة مباشرة بالأفلام طبعاً. الوثائقية والحقوقية ففي عنا تقريبا 30 ضيف يعني جزء منهم من برا في من فنلندا من تشيلي من إكوادور من أوروبا الغربية والشرقية أسماء يعني ما بيعرفها إلا المتخصص هلأ الأسماء الثانية المعروفة في مثلا طارق عبد العزيز لفيلم اشتباك للافتتاح ممثل مصري الممثل صحيح. المصري في هنا شيحة لفيلم قبل زحمة الصيف قبل زحمة الصيف بدها تكون موجودة هي ولانا مشتاق يعني في بعض الستارز اللي معروفين وجههم مألوف لدى المتفرج والمتفرجة كتير حلو طب غير اشتباك طبعا الفيلم المصري اشتباك يمكن الكل سمع عنه عبر التلفزيونات أو مواقع التواصل صحيح. الاجتماعي لأنه عمل ضجة الحقيقة وكان من بطولة الفنان المصري نيلي كريم وأيضا فيلم قبل زحمة الصيف أيضا أثار جدل الحقيقة صحيح. هو يعني حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا. إذا بدنا نتحدث إيش في أفلام أخرى أيضا غير هدول الفيلمين مشاركين في المهرجان وحضرتك سبق وقلتي لي إنه هم اللي وصلوكم 400 فيلم صحيح. أنتوا اخترتوا منهم يعني غربلتوهم لوصلوا 45 فيلم مشاركين فعليا بالمهرجان احكي لنا عن هاي الأفلام هلا نحن السنة طبعا بنحب إنه نفتتح بفيلم روائي عربي ونختتم بفيلم روائي أو فيلم وثائقي بس عربي رح نختتم السنة بفيلم مي المصري 3000 ليلة بوجود المخرجة طبعا مع مناقشة صحيح. أهم شيء أنه الأفلام بيصير وراها مناقشات مع منتجينا ومع مخرجينا هلأ الأفلام الثانية المهمة هي الأفلام القصيرة والأفلام التحريكية يعني منتقاة بطريقة كتير مميزة والأفلام التحريكية الكرتون هي دائما أفلام للكبار مش للصغار بس في إلها لغة عالمية أنا السنة من الأفلام اللي حبيتها كتير الوثائقية هو فيلم اسمه باسم الكأس وبيحكي عن كل الكواليس تبع الأولمبياد اللي صار بالبرازيل كيف تأثرت البرازيل بالأولمبياد العام يعني هن شو صار فيهم حلو. من وجهة نظر حقوقية طبعا وقديش تعذبوا كسكان المدينة فيلم تاني كمان بحبه كتير اسمه White Rage الغضب الأبيض مخرجه أرتو لينين كمان مهم كتير لأنه بيفرجيكي العنف كيف بيبدأ بيتأصل من المدرسة إلى أن يوصل أنه هذا الطالب أو الطالبة يلي عم بيصير فيه عندها يعني هالتصاعد العنفي كيف ممكن يوصلوا لأماكن جدا متطرفة وجدا ممكن تعمل يعني مشكلة بس أهم شيء بكل موضوع أنه المهرجان تحت عنوان هل أنت إنسان؟ هذا عنوان المهرجان السنة. فلذلك بيتم الاختيار على هذا يعني على على فكرة إنه هل أنت إنسان بكل الحساسية اللي الإنسان هو بيتطلبها يعني الإنسان عنده مشاعر عنده حقوق عنده واجبات عنده حياة. بنسأل سؤال جوهري إنه هل أنت مع الظروف اللي عم تحدث حولك هل ما زلت تحتفظ بإنسانيتك؟ هل تستحق أو يمكنك أن تبقى في مع عائلتك الكبيرة في البشرية وشو الأشياء وشو الخطوات يلي أنت لازم تعملها كإنسان وكإنسانة لتقدر تضلك موجود بنفس الوقت ما تروح إلى التطرف إلى العنف إلى خطاب الكراهية إلى عدم تقبل الاختلاف الحوار لازم موجود يفتح الواحد عقله يكون له مكان بالخارطة العالمية يغير الصورة اللي مأخوذة عن مدننا وعن نحن شو عم نعمل في المدن العربية وخاصة في الأردن يعني نتحرك وخاصة مع الشباب كثير حلو طب يعني لما نحكي احنا انه من 400 فيلم اخترتوا 45 فيلم ليعرضوا بالمهرجان اكيد هناك اسس يعني واسس كبيره وكثيره لحتى تختاروا وتغربلوا اكيد كل هالعدد الكبير من الافلام احكي لنا اكثر اهم الاسس ومين حضرتكم يا اللجنه التي تشرف ايضا على اختيار هاي الافلام هلا نحن مجموعه طبعا اسمنا معمل 612 بننظم مهرجان كرامه وبننظم مواضيع اخرى ثانيه مثل سفريات السينما مثل سينما اللجوء بنعمل بروجرامز تاني حول السينما المدير الفني واللي هو مسؤول عن الأفلام هو إيهاب الخطيب المخرج إيهاب الخطيب معنا مجموعة معنا أيمن بردويل عمر طراونة عايد نبعة
بنجتمع وبنبدا بنتقسم نشوف الافلام اللي هي 400 فيلم طبعاً يعني طبعا مش عدد قليل ابدا وبنعمل بنرجع بنضلنا نعمل غربله وشورت كاتس الى ان نوصل لتقريبا مثلا 70 80 فيلم بيرجع بيشوفهم كلهم المخرج ايهاب الخطيب بنرجع بنتداول فيهم وبس نعلق بنرجع بنطلب من اخرين يجوا يعني اصدقاء لكرامه يعملوا استشارات لانه الافلام الحقوقيه كثير حساسه ولازم يكون الاختيار كثير دقيق كتير حلو. انت حكيتي لنا كمان انه الافلام الوثائقيه رح تاخذ نصيب، هل في كل عام ايضا بيكون في مجموع زي هيك كبيره من الافلام الوثائقيه ولا السنه بتحسي انه اكثر مره رح يكون فيها افلام وثائقيه طويله؟ لا دائما بيكون موجود دائما الافلام الوثائقيه دائما مطلوبه لانه فكره المهرجان كله هي انك تعملي مناقشه على موضوع الفيلم الوثائقي وانك تستخدميه لنشر وترويج ثقافه الانسان وثقافه الحقوق. في طبعا افلام يعني لازم يفوتوا على كرامه فيلم فيستيفال على الفيسبوك ويشوفوا مجموعه الافلام اللي معلن عنها، في امسيات موسيقيه، في ندوات، في ورشات عمل، في افلام بعدها بيطلعوا ابطالها برضو كمان موسيقيين ممكن يعزفوا. يعني في حركه مشجعه انه الواحد يجي ويتابع المهرجان يشوف كل الخط تبعه. كتير حلو. طب بعد 7 سنوات ست سوسن وحضرتك مديرة المهرجان، قدي حسيتي في فرق بكل سنة؟ هل بتحسي الوعي، وعي السينما احنا بنحكي الجادة الوثائقية زي أفلام وثائقية أو أفلام أخرى لمخرجين متميزين، هل بتحسي زاد الوعي عند الناس، عم بيزيد عدد الناس اللي بتحب تشوف السينما هاي المختارة بعناية؟ لأنه زي ما حكينا من 400 إلى 45 أكيد مختارين بعناية هاي الأفلام. صحيح. أنا طبعاً بكون فخورة كتير إنه المجموعة الناس اللي بتيجي على كرامة عارفة، يعني في تقريباً 50% من الجمهور متعود على كيف بده يجي ويحضر كرامة، صار في عندهم نوع من الوعي وصار في عندهم نوع من التطلع وبيعرفوا إنه كيف بدهم يقعدوا يناقشوا، ليش بدهم يناقشوا، ممكن يكونوا قارئين عن الفيلم. طبعاً التغيير من خلال الفنون بياخد سايكل دورته كتير كتير طويلة يعني، بس أنا بقول لك بعد 7 سنين يعني بقدر أقول إنه لا صار في تغيير بالوعي. نحن عنا كمان كرامة إربد وصار في عنا مثل فريق بإربد بده يتحرك بتسعة وبإثناش وثلاثاش وستاش، عندهم عروض بجامعة اليرموك وببيت علي أعطيتهم يا البلدية وبمخيم إربد مع مناقشات هن بينشأوها. يعني صار في عدة فرق تقدر تفهم كرامة كيف بتحرك وبيجوا متطوعين يعني كتار، بيجينا اتصالات كتير كبيرة انه نحن بدنا نكون بكرامة السنة. كتير حلو. يعني كل محبين السينما هم على موعد مع مجموعة كبيرة من الأفلام إن شاء الله ابتداء من الغد 6/12/2016 ولغاية 10/12 إن شاء الله. صحيح. بالمركز الثقافي الملكي حضرتك حكيتي لي، وغدا حفل الافتتاح إن شاء الله. تماما بالشراكة مع المركز يوميا تبدأ العروض، يعني من 7 الشهر تبدأ العروض الساعة 4 بعد الظهر وآخر عرض بيكون الساعة 9 أو 9:30. ففي تقريبا 7-8 عروض مع فعاليات من تانية إن شاء الله. إذن كل التوفيق لإلك ست سوسن، نتمنى لكم كل التوفيق ونجاح المهرجان زي دائما ما هو ناجح من 7 سنوات ولغاية الآن. شكرا إليك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. شكرا على المتابعة، لا تنسوا تشتركوا بالقناة لتشوفوا كل شيء جديد.